كتعرفوا بلاس 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 تعرفوه بلاس هو ذاك الشعير اللي كينوض كيزرعوا الفلاحة هو الأول باش يأكلوا البهيم في الليالي كيطلع كيطلقوا فيه البهيم كيسمنوا مزيان كيتقادوا كيوليوا ينوضهم بقاوش كينوضوهم هذا الجلاس الآن أستراليا رائدة في البيع دياله للبشر وبثمن باهظ كيوصل حتى $50 يعني جلاس الآن تياكلوا البشر ولا شي واحد فيه أنيميا لا عند شي واحد عنده أنيميا الحديد ولا عنده صفيرار ولا ضعف في الجسم ياكل الجلاس ينشفوا لا يحمصوا في الفراح وياكلوا ان شاء الله ويكون بصحه جيده تماما لا علاش غادي ناكلوا جلاس ناكلوا الشعير الشعير الحبوب ديال الشعير البندق اللي كنا تنصيبوا احسن تغذيه الان لصحاب الانيميا الحديد والفيتامينات الموجودين في الشعير لما يصل الى طور التلبن ملي كيولي لبن ملي كيولي حليب هذاك الشعير الحبوب ديالو ملي كيوليو حليب كيتمروا تما تيصيبوا منه البندق حنا في الشاويه تنقولوا البندق كاين على نوعين السميده تيرطبوها في اللبن وهذيك الزميته هذيك الرقيقه حتى هي كياكلوها باللبن ولا بالعسل وهي اللي كانوا كيعطيو للاطفال وكيعطيو للنساء الحوامل والمراه ملي كتولد والمراه المرضعه وهي الان للعلوم وقفت عليها ان هي المواد اللي خاصها تعطى للطفل الصغير السيكوك والبندق شتي العلوم فين وصلت يعني وصلت لنا ورجعت للحصيره عندنا ما شاء الله على اي ممكن يكون 0% مريض ممكن تكون 98% مريض ممكن لكن بما كسبت ايديك بتصرفك انت بسلوكك فاذا كان من غير الممكن ان يضبط الشخص التغذيه فليصم اللي ما بغاش يصوم ما بغاش ينوي الصيام ما بغاش يعبد الله يجوع انا كنقولوا جوع يومين في الاسبوع ما تغداش غير يومين ما تغداش كاع لا تصوم غير يومين ما تغداش انا اللي كيهمني هو الصحه ديال الناس يعني اللي بغيتي تعبد الله منك ليه انا ماناش وسيط بينك وبينه الا ما قدرتيش تصوم يجوع يومين في الاسبوع جوع يومين في الاسبوع انتم كديروا الرياضه كل صباح جوعوا مرتين في السيم ماشي تجوعوا غير ما تغداوش مرتين في الاسبوع ما تغداوش ثلاثه الجمعه ولا الحد ولا اربعه ولا اللي بغيتي تخير اثنين والخميس دير اللي بغيتي الاسلام ما كيحدد لا لون ولا نهار الاسلام ما كيحدد كاع اللون لا الخضر ولا البيض ولا الاصفر ولا الكحل بس اللي بغيتي وما تيحددش الاسلام ما كيمشيش لهذوك القشور الاسلام يعني يتسامى عن هذه الاشياء فلما قدرتيش تصوم جوع مرتين في الاسبوع ما تغداش وغادي تشوف يعني هاي جربوا سترون جربوا سترون بانفسكم يعني اشرب الماء كثير وجوع مرتين في الاسبوع غادي تشوف بان الجسم ديالك كيتضبط انت ضبط نفسك بلا ما يضبطك الطبيب انت ضبط نفسك ثم اذا كان من غير الممكن الحل الثالث على الاقل صوموا رمضان راه نقدر نقسم لكم انا ما كتصوموش رمضان من الناحيه الشرعيه انتم تصومون رمضان راه صيامكم مقبول ولكن من الناحيه الطبيه راه حتى شي واحد ما تيصوم رمضان راه كيقلبوا الفطور رمضان ورمضان فطور تيقلبوا النهار ليل وليل نهار على الاقل صوم رمضان رمضان صوم رمضان جوع طيح الوزن ديالك وضبط الفيزيولوجي ديال الجسم صوم كيما بغاك الله تصوم معنى كيما بغاك الله تصوم انك تاكل نفس الشيء الذي كنت تاكله في الشهور الاخرى ثم تعمل بنفس العمل الذي كنت تعمل به ماشي ما تقربوش ليه راه صايم بعده منه راه غادي تقلق خليه هنا عشرة عيال وراه صايم ما يخدمش مع صايم ما يطلعش الدروج صايم ما يتقداش صايم ما يجبدش الماء صايم ما يسرحش صايم ما يحرجش انا لا يمكن خصك تصوم على الاقل رمضان والله ثم والله ثلاث مرات لو كانت الامه تصوم رمضان طبيا اقول اما فقهيا مقبول صيامكم والله لو كنتم تصومون رمضان كما ينبغي ان يكون من الناحيه الطبيه فوالله لن يصاب احد بالامراض من الزوائد من الزياده في الاكل لان هناك امراض تاتي من الزياده في الاكل وكاين امراض تعفنيه من طبيعه الحال هذيك جورتهم كيصيبك كتمرض لكن انا اتكلم عن الامراض المستعصيه الامراض الخطيره الان هل هناك امريكي الان ليس في امراض القلب والشرايين ليس هناك امريكي الان بدون امراض القلب والشرايين هل هناك امريكي بدون ارتفاع في الضغط الاولى هي يجب عدم الاكثار في الاكل وهو الفقرة الأولى من المحاضرة ربما نمر بسرعة بالأنجليزية ولكن إن شاء الله نكلمها بالعربية اللي كتشوفوا على الشمال لريسك فاكتورز هذو العوامل اللي للاحتمال ديال السرطان والآن هذو البروتكتيف فاكتور هذو اللي كيحدوا من سرطان الأولين كيسبوا السرطان الثاني كيحدوا من السرطان الدسم يعني الناس اللي كياكلوا المشوي كل نهار واللي ما تياكلوا على المشوي طول حياتهم ولا شي حاجة هذا مرض
ما يمكنش، يعني اقل ما يمكن في كوليسترول ولا قطره ولا حاجه. القطره شنو هي القطره عندكم انتم؟ مرض خطير. القطره اقل ما يمكن ان يصاب به الناس اللي كياكلوا الدسم كثير. ممكن تاكل دسم مره ومرتين في الاسبوع وتعمل مجهود لتحرق هذه الدهنيات، نعم، اما انك تاكل دسم ثم تجلس يعني هكذا بدون عمل، لا. فهذا يعني الدسم فات، ثم اللحوم، عاد الكيماويات الغير مغذيه، ثم المضافات الغذائيه، ثم الملوثات لي كونتامينو، يعني تكون كيماويه او تكون جرثوميه اللي كيحفظ منها. سبحان الله، هنا كاين الحيوان كيسبب السرطان، هنا كاين النبات يقي من السرطان. عموما يعني عموما بلا ما ندخلوا في التفاصيل، هنا لي فيبر هما الالياف، هنا الفواكه، الميكرونيتريانس اللي كاينه حتى في الكرفس والمعدنوس والنعناع الا كان مزيان، عاد بعض المواد الغير المغذيه. فنمشي ان الدسم المشبع هو الشحمه، نفرقوا ما بين الزيوت والشحوم. هنا الشحوم هي الاولى، يعني اللي غادي الفيبر هذه كتهبط وهذه كتطلع، يعني الفيبر ريتش فود، يعني الفيبر ريتش هما الالياف، هما لي سيريال، هما الحبوب، الشعير والقمح والاشياء اللي فيها الالياف. يعني سبحان الله، في وقت كان العلماء يقولون للناس ان الذي ياكل الحبوب متخلف ويجب ان تاكل لحوم، حتى ان اصبحت اقتصاديات البلدان تقاس بكيلوغرام بروتين مستهلك، واذا كلما كان هذا الكيلوغرام المستهلك يعني ضعيف كلما كانت الدوله متخلفه. ما يمكنش تكون صحيح، لا يمكن بتات، لا يمكن. لازم تكون عندك ارتفاع الضغط، ليبرتونسيون، لازم يكون عندك زوائد، لازم يكون عندك سرطان، لازم يكون عندك اشياء ولو بعد حين، يعني ولو بعد سنوات. اما اذا التزمت الحد الادنى وهو الجوع، ان تكون ماشي عليهم في الاخر المحاضره الناس غادي يخرجوا يقول لي خينا جاي من الجوع، هادشي باش جا. لا ما الله يرضي عليكم، ما جيتش الجوع. انا يعني اقول بان باش تعرف الجسم ديالك واش فايت الحد ولا ما فايتش الحد، هو اللي في الكيمياء كنسميه التيتراج اسيدو بازيك. ملي كيولي ذاك اللون احمر تتعرف بان القدر وصلت ليه، تيتراج اللي تنسميه الدوزاج بالفرنسيه. باش تعرف الجسم ديالك باش دوزي باش تقاد، يعني التقدير الادنى هو ان الجسم من الاحسن يكون يحس بالجوع، يكون يحس شيئا من الجوع، ثم تتعرف تضبط ان الفيزيولوجيا ديال الجسم متوازنه، انك على احسن ما يرام. اذا كان من غير الممكن، شو الاسلام شحال فيه من حل، ما شاء الله، لدينا البديل، لدينا العلم، لدينا حلول، لدينا كل شيء، ولكن يجب ان تتبعها. الله سبحانه وتعالى اشنو اشترط على سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام، اشنو اشترط عليهما؟ ملي دعاو على سيدنا دعاو على فرعون، لقد اتيته زيتنا في الحياه الدنيا ومعتنا ربنا لدن عسى، باش نشرب، لقد اجيبت دعوتكما فاستقيما. شرط عليهم الاستقامه، لقد اجيبت دعوتكما فاستقيما. الله سبحانه وتعالى لو استقمت يا اخي، انت كنت لا شيء، ماشي خليه، كنت لا شيء. الناس تقول لك خلقت من خليه حقيره، لا، انت كنت لا شيء، كنت عناصر متلاشيه في الطبيعه، كنت كربون وهيدروجين واكسجين، كنت لا شيء، خلقك الله من عدم، من لا شيء، ثم اصبحت خليه، ثم خليتين، ثم اربعه فثمانيه، ثم جسم ب 75 كيلو 80 كيلو، وقامه ديال متر ونصف ومتر و80 سنتيمتر. كنت لا تخفى على الله لما كنت خليه، وانت الان 78 كيلو وتخفى على الله، هل ممكن؟ لا يمكن. الله يعلم خليتك السرطانيه، والله الله يعلم هذه الخليه، ويعلم انك مريض، ويعلم انك مصاب بسرطان. فلا تقول حالة تبغي تقول ان الله نساني، ولا ان هذا الشيء غير عفوي في الطبيعه، وانني تمرضت وواحد 5% انا مدوك 5% اللي مرضوا.